للخير عنوان وطريقه إحسان وعطاء، وبالخير نسعى دائما مشاهدينا لنقل نداءات المرضى والمحتاجين إلى أهل الرحمة والطيبة. يمكنكم التواصل مع برنامج إحسان على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة أو على صفحة البرنامج على موقعي تواصلي الاجتماعي. تابعوا قصص عدد اليوم بعد الفاصل، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، إذا أنا مع حالة الطفل غلام هنا بمدينة تجلابين، معنا أم غلام. مش راكي مدام لاباس؟ الحمد لله. احكي لنا على الحالة تاع غلام. غلام ليس هو هكا، ما يمشيش، إعاقة حركية. دودوكا في عمرو 10 سنين. قالوا لك الأطباء في هذاك الوقت؟ قالوا لي دار رطار في كرشك. يقرأ دوكا؟ يقرأ ايه. كيفاش في الدراسة تاعه؟ متوسط. طارق السمع، سمع ما يقدرش يكتب. يعني عنده مام إعاقة في مستوى اليدين؟ ايه على مستوى اليدين، عنده ما يقدرش يكتب. داويتوا وجريتوا عن طبيب، واش قالوا لكم؟ جرينا عن طبيب، قالوا لنا ما عنده حتى دواء، ما كاش علاج. الرياضة قالوا لنا ديروا له الرياضة. خاش كي حوسنا واتصلنا قالوا لنا كاين في فرنسا في باريس، قالوا لنا كاين سبيطار تما ماما يداووا. ويكبر ما قدرولوش، لا غير راهو يكبر ويكبر والمعاناة تاعنا تكبر معاه. استغفر الله. بابا موظف عادي، موظف عادي، يعني حتى لو كان جات الانسان عنده دار يبيعها ويروح. ما عندناش دار، والله ما عندنا دار. نسافروا معاه بزاف، كي يدوه يقرا، كي نجيبوه، كي يحب يخرج هو يشوف الدراري يلعبوا، يحب يخرج يلعب معاهم. وهو كي يعيط لهم يلعبوا معاه، ما يحبوش يلعبوا معاه. كي يشوفوا هكا شغل يجوا عنده، هكا يشوفوه قاعد يجوا عنده، كي يهضروا معاه شغل ما يسيبوه ما يتحركش يروح. شافيك ان شاء الله. ام غلام، وجهي نداء للمشاهدين متابعي برنامج احسان، ناس الخير اللي راهم يتابعوا فينا، واش تقول لهم؟ نقول لهم عاونوا غلام باه يروح يداوي ان شاء الله يبرا. دايما يبكي على بابه، ديني الجامع نصلي، ديني يجي خارج بابا يقول له ديني، بابا يقول له ما نقدرش كبر، ما عندناش نقدره له. ان شاء الله عاونوا لي وجه الله ربي، ان شاء الله يعوض لكم كاع واش. ان شاء الله يا ربي
الناس المشاهدين اللي عم يتابعوا فينا يتابعوا في برنامج إحسان. وكانت هذه القصة تاع غلام اللي مصاب بإعاقة حركية منذ الولادة. غلام يحتاج إلى تنقل الخارج من أجل العلاج. كل واحد عنده معلومات عن مستشفيات في الخارج اللي تقدر يعني تعالج الحالة تاع غلام يتصل بعائلته. الرقم تاعهم يظهر أمامكم أسفل الشاشة. إن شاء الله يلقى نداء أم غلام ونداء غلام. أذان صاغية إن شاء الله. قلوب رحيمة والناس اللي تقدر تساعد وتساهم وتدعم غلام بإذن الله. وربي يجازي كل محسن إن شاء الله. قصة أخرى معنا مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم هي قصة محمد. معنا أم محمد، واش راكي لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. حكي لنا على الحالة تاع محمد. هاكي تشوفي اختي كيما قالها الواحد راه مريض يسحق كيما قالها ليكوش. واش عنده هو؟ إعاقة؟ هو مرض إعاقة ذهنية وحركية. من ليزال. شحال في عمره دوكا؟ في عمره 23 23 سنة. كي زاد هكا وما نشخ زعما دايرين له ما يبوجي ما شوفي هو باش يقعد ما يقدرش يقعد. لازم له تحكم مام الوسمون تاعو لازم تحكميه هنا الكرسي متحرك. اش 24 مسكين هكا مسكين قاعد هكا ما يبوجي ما يقدر يهضر مسكين والو كيما راك تشوفي في هكا غير راقد برك. كريز هكا باش تبوجي وتخليه ما تقدريش تبوجي وتخليه لازم تعسيه دايما لازم تعسي باسكو هو شوفي ما يعرفش اي حاجه ترميها قدامه يرفضها يحطها في فمه. جوغ لازم له رعايه خاصه. اباكو شنو لازم تكرسي الوقت تاعك ليه. ما تقدري تبوجي ما تقدري تخرجي ابار اكي هكا كيما انا ما راني نخدم في الشغل ونبوجي لازم نجي نشوفه لازم تشوفي يعني. نخاف عليك شنو ودي فوا تيحكموه لي كريز حاشاك يخرج هكا الرغاوي من فمه بدا غير يرجع غير يرجع بعدا بالدواء باش يتكلم. الدواء لازم له الدواء فهذو الدواء اللي يشربوا. ودوكا عنده هو منحه ما عندوش انا مازال شوفي انا راني نجري له على كوارتو باسكو في الاول ما عندوش اقامه على بالك واحد انا كنا نسكنوا عند واحد قلنا له دير لنا جوغ يا لو كان هكا عندك باللي رانا ساكنين عندك إقامة. الناس ما يحبوش حنا وين رحنا كرينا الناس ما يحبوش يديروا لك اقامه. درت له لادريس على دارنا باسكو انا يا دوك نفهمك انا عندي 5 سنين ملي زوجت باباه باسكو انا مرت باباه يماه ميته كي تزوجت الله يرحمها كي تزوجت بها انا صافي جريت له باش ندير له كواغط هنا على دارنا راني حطاته على دارنا اللي باش قدرت نبوجي له على كواغطو وين نروح يقول لك لا لازم لك لازم اقامه. البروبليم تاعنا من قبل كان كامل في الاقامه يعني هو ما استفدش من المنحه نهائيا ما والو للان 23 ما عنده حتى ما استفاد من ما قلتي لي كرسي متحرك يحتاج ما عندوش يحتاج كرسي متحرك كيما ليكوش ما زعما تاع الدواء اسمها هذيك لاكارت تاع الدواء ما عندوش شيفا لاكارت شيفا ما عندوش هذا وراني صافي بديت نجري له عليهم. كيف شوية على الوضعية الاجتماعية تاعك يعني زوج تاعك وش يخدم كيفاش الحالة تاع الدار؟ الزوج تاعي ماشي خدام
عنده يخدم لا ماسوندري صحك يا لبالك دي فاي يخدم دي فاي بعد الشتاء الشتاء ما يخدمش باسكو الشتاء الناس ما يخدموش بعد لي شونتي كامل شويه تنقص الخدمه, تنقص الخدمة. و اكيد تشوفي عندكم مشكل تاع الدار تاع عندي بروبليم تاع الدار عندي بروبليم راني كاريه وبزاف لكش اكي على بالك الكره والكره على بالك اللي جوغ انت اللي تجيبيهم تحطيهم في الكره وعندك طفل طفل هكا معوق جوغ بزاف بزاف واحد معانات بزاف بزاف بعدها شوفي اكي تشوفي فيها الدار كيفاش دايره بعدها كي تروحي تكري عند واحد ماشي ديال تكري غالي ما عندكش باسكو هنا الكرام الزوج زعما باش تكري دار شابه مليحه راهم الزوج ملايين وطلع او بلوس لي زافونس انا لو كان زعما عليش ست شهور ولا عام فوالا لي زافونس هذوك اللي بزاف لي زافونس لو كان هكا بالشهر بالك تقدري لها بزاف هنا لي زافونس حنا رانا كارين هذه وماشي كارينا حنا ما نكذبوش عندكم الناس عاونونا الناس كتر خيرهم كتر خيرهم عاونونا الناس باش كرينا هذه الدار واكي تشوفي كيفاش دايره كرينا يعني لا باب لا طاقة المهم واحد ماهوش قاعد برا برك جوغ مانيش قاعدة بولادي برا وانا طفل ما حبيتش نخليه ما نكذبش عليه مالغريتو مالغريتو ربيتو جوغ وليدي هذا وليدي انا نقول ما يقولو ما تقولوش مرت باباه قولو وليدها باش نخلي طفل جوغ وين يروح للزنقة يديه باباه يخرج به يروح به للزنقة انا نقدر ندي بنتي ونروح بصح أكيد على بالك حالة مريض بزاف بزاف وما زالوا ليش بزاف في الكرة ما زالوا لي واحد دي جوغ يخلص نوفمبر خلاص والراجل ماشي خدامة قاعد بلا خدمة طالبه من الناس اللي راهم يشوفوا في هذه الحصه يعاونوني يا اختي ما نكذبش عليك يعاونوني باسكو انا مازالوا لي 9 ايام في الكره في هذه الدار مازالوا لي 9 ايام نخرج من هذه الدار وما عنديش ما عنديش باش نزيد نكري دار واحده اخرى وجوغ يعاونوني في حاله محمد هاكي تشوفي فيه لازم له ليكوش لازم له دواء لازم له هاكي تشوفي في حالتي كيفاش دايره وان شاء الله الناس يشوفوني وان شاء الله كاين قلوب رحيمه كاين ناس ان شاء الله ناس الخير باسكو الجزائر ما تخلاش من الناس الخير ان شاء الله ان شاء الله مشاهدينا كما كنتوا تتابعوا هذه هي حاله عائله محمد محمد يعني مصاب باعاقه ذهنيه وحركيه والعائله تاعو راهي تعيش في معاناه صعبه يعني عائله اجتمع فيها الفقر واجتمع فيها ايضا المرض ان شاء الله نداء ام محمد يوصل ليكم لكل الناس المحسنين لكل اهل الخير اللي عم يتابعوا برنامج احسان ان شاء الله تواصلوا مع عائله محمد وتدعموهم محتاج محمد الى كثير من الامور ومحتاج عائله محمد ايضا الى سكن راهم كارين ان شاء الله نداء تاعهم يلحق ليكم ان شاء الله اللي يحب يعاونهم يتصل على الارقام الظاهره على الشاشه او يتواصل معنا مع برنامج احسان وكان الله في عوني العبد ما دام العبد في عوني اخي إذن وصلوا مشاهدينا مع برنامج إحسان ومع آخر حالة في حلقة اليوم جاتنا من ولاية أم البواقي هي أم محمد مرحبا بك بك عيشك السلام عليكم وعليكم السلام وش راكي لاباس لاباس الحمد لله الحمد ونشكركم لله. على هذه الاستضافة العفو العفو هذا واجبنا محمد وش راك والله لاباس الحمد لله محمد حكينا على الحالة تاع الابن ديالك وش حنقول اختي نهار كي تسمى حملت به
تسمى كل مره راح ندير الراديو نهار مال يقول لي ما كاين والو ما كاين والو، عاد 9 اشهر قال لي بلي هو مريض عنده ما في راسه زاد عادي يعني، بصح شي هو كي زاد بقيت نعاني به ظهره عنده سبينه بالضبط سبينه بفيده وتسمى ما في راسه بقاي بقيت نعاني به تسمى شهور حتى 5 اشهر باش داروا لي العمليه يعني على تسمى لا فالف على راسه الحمد لله يعني نشحت السبينه بقات تسمى ماشي ناجحه بقات تسمى التشوه هذاك كيدير حركات هكا يقيس ظهره وتبقى تسيح. وش هو عنده ثاني الم ثاني مسكين بزاف رجليه ما يحسش به ما مشي تاعو ما يمشيش يعني هو الان في عمره 8 سنين عنده 8 سنين الله يبارك وفي هاد يعني سنوات كامل كان كاين علاج مستمر شحال درتي له عمليه درت له زوج عمليات في باتنا وعمليه في تونس تاع راسو يعني نشحت بصح زوج عمليات تاع سبينه ما نشحوش في زوج شنو هو يعني علاش المشكل؟ عملته قالوا لي صعيبه بزاف بسك السبينه تاعو هي التروازيام بسك هي الخطيره خلاص الحمد لله يعني بعد معاناه يعني يعلم بها غير ربي العزيز لقيت الطبيبه هذه تسمى انسانه طيبه بزاف عاونتني كما يقولوها دات الدوسي تاعو مده 4 اشهر هما يدرسوا فيه لقاو له الحل والحمد لله في سويسرا نعم تسمى عمليه ناجحه ان شاء الله الحمد لله فيها مراحل بزاف وناجحه الحمد لله الحمد لله بس فاتوا زيو تسمى من قبل فاتوا زيو تسمى كما يقولوها وتعالجوا والحمد لله وارتاحوا الحمد لله نقول اختي يعني بها ما يقدرش يرقد ظهره مشوه بزاف عطيك الصحه الم ماشي الم سن كون دوك تشوفوا الحاله تاعو زي ما هي يعني الجرح تاعو زي ما هي يعني ما توقعوش لكان انسان كيما هكا حتى كيعاود هذا ما تحطيش بلي هو مريض المرض هذا يعني والحمد لله يعني كما نقولوا الحمد ربي وعاني ربي عليه ماشي هو كما نقولوا هكا تسالمي يعني ام ما عندي ما نحكي لك مهما واش نحكي لك ما تصوريش زي ما يعني واش نقول لك الحمد لله على الساعه هذه وتمنيت نوصل بلاصة كيما هكا وصلني يا ربي الحمد لله ربي يخلي قناة البلاد والعمال تاعها ربي يجازيهم إن شاء الله على هذا الاستقبال. محمد واش يحكي لك تكون ساعة ساعة يقول لي ماما خوتي أنا غلبت ماما خوتي وجعني ظهري يعود يبكي العلاج يعني في سويسرا لقيتي الحمد لله المستشفى اللي العمليه تاعو تكون ناجحه وتكاليف العمليه قلتي لي انه تكفلوا بهم جمعيات خيريه تما في سويسرا تبقى لك تكاليف التنقل وتكاليف الاقامه صحيح نعم اللي شويه جاوك يعني ما تقدري ما قدرت لهم شو باباه تسمى دخل كما يقولوها متوسط يعني الحمد لله قدرنا معيشه وشي هو تسمى التكاليف هذا ما قدرت لهمش يعني ما تحتاج المساعدة طبعا نحتاج مساعدة من الناس الطيبين والناس اللي في قلبهم الرحمة الحمد لله قلنا محمد كيفاش راك تحس؟ راك تعبان؟ ايه حاب تبرا؟ لا ظهري وجهي هاك حاب تبرا؟ ان شاء الله قول يعني المشاهدين اللي يحبوا يعاونوك باش دير العمليه ان شاء الله تبرا واش تقول نقول لهم ربي يجازيهم دعي لهم دعوه الخير وندعي لهم دعوه الخير ان شاء الله محمد نعم. وجهي نداء كاين المشاهدين راهم يتبعوا فيك يتبعوا في برنامج احسان واش تقول لهم؟ شكرا اختي ربي يجازيك ان شاء الله واش نقول لهم؟ ما كنتش يعني نتصور روحي باش نخرج كما نقولوها في كاميرا ولا بصح على غالب الظروف اللي حتمتني على جال وليدي من معاناتي راهو يعاني فيها صدقوني بالله
يعلم بها غير ربي العزيز. نتمنى ان شاء الله الناس اللي تقربهم الرحمه اللي راهم يشوفوا فيا يحنوا عليه ان شاء الله برك. هذا واش نتمنى من ربي، يرتاحت الملائكه برك، امنيتي واحده برك، ربي يجيب ان شاء الله يجيب ابنين ربي قصر في الجنه ان شاء الله. هذا واش نتمنى ان شاء الله. ان شاء الله ربي يشافيه وتنجح العمليه تاعو. ان شاء الله المشاهدين اللي راكم تتبعوا في حاله محمد يحتاج الى مساعده، يحتاج الى يد العون. حاله محمد تستلزم عمليه جراحيه بسويسرا، هو عنده مرض سبينا بيفيدا. ان شاء الله تتواصلوا مع ام محمد وتساعدوها. ام محمد تحتاج فقط الى تكاليف النقل وتكاليف الاقامه. الجاليه الجزائريه الثاني في سويسرا، ان شاء الله تفاعلوا مع حاله محمد، اتصلوا على الرقم الظاهر اسفل الشاشه اللي هو رقم عائله محمد، وربي يجازيكم ان شاء الله ويجازي كل المحسنين. كانت هذه اخر حاله لحلقه اليوم، انتظرونا في الاسبوع القادم ان شاء الله. تواصلوا معنا عبر رقم برنامج إحسان أو عبر صفحة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي. السلام عليكم.